زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام، الصورة ما بتكذبش. طبعا يا كريم، وانا مش عارفه اللي بيحصل ده بيحصل لمصلحه مين. دول اكيد مش مصريين. للاسف يا سلمى هم مصريين زيك وزيي وزي شعب مصر كله اللي بيتابعنا النهارده. بس انا في نقطه كنت عايز اتكلم عنها، وهي الجرايد والفضائيات المشبوهه اللي بتتكلم عن ضرب المتظاهرين في مصر وعن المليونير الحاشده اللي بتكتب ضد النظام. الصوره احنا مش كنا بنتكلم، ملايين نازلين الشارع بيكتبوا باسم الرئيس مبارك، والناس الثانيه كام؟ 1000 2000 واقفين في حالهم وسلام من غير ما اي حد يتعرض لهم. بس انا اللي شايفاه برضه ان هما اللي بيضربوا. للاسف ده اللي كلنا شايفينه. بس انا برضه مصممه ان في ايدين خفيه ورا اللي بيحصل ده، لان الحقد والكراهيه اللي احنا شايفينه ده مش من طبيعه المصريين اصلا. طبعا في ناس وراها اجندات اجنبيه هي ورا اللي بيحصل ده. مش عارفين ان مصر هياش تونس. سيناريو تونس مش هيتكرر في مصر. معانا اتصال حقيقي من فنانتنا الجميله اسماء نور الدين. مساء الخير يا مدام اسماء. مساء الخير يا سلمى. ازيك يا كريم؟ ازيك يا مدام اسماء؟ انا مش عارفه اقول ايه والله، انا حزينه جدا. ومعلش يا كريم، انما الناس دول مش ممكن يكونوا مصريين، انا متاكده من ده 100%. عشان احنا لما نقول مصريين اكننا بنحميهم وبنسيبهم لغايه ما يولعوا في البلد. والله يا مدام اسماء كلنا في حاله حزن، مصر كلها في حاله حزن، بس احنا حقيقي مش عارفين نعمل ايه. وده يخلينا نسالك يا مدام اسماء، ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ الناس دول لازم يتضربوا بالرصاص، لازم يتقبض عليهم كلهم ويتفضى منهم ميدان التحرير. الله، دول اعداء البلد، ما ينفعش نقف كده نتفرج عليهم بيولعوا فيها ابدا. وادينا بنسمع صوت مصر الحقيقي، علشان العالم كله يعرف ويتاكد ان مصر والمصريين بجد ضد اللي بيحصل ده. بنشكرك يا مدام اسماء، ودلوقتي مشاهدينا الاعزاء تعالوا نتابع بث مباشر من نبض الشارع المصري الحقيقي. اللي زينا ما ينفعش يقول حاجة تانية، كده كده محدش هيصدقهم. استنى يا شريف، ايه الناس الكتير دول؟ ما تقلقيش، حظر تجوال بدأ والأهالي عاملين لجان شعبية. مش ممكن يكونوا بلطجية؟ دول ما كانوش واقفين امبارح. لا لا لا، كل يوم بيقفوا في حتة شكل. مساء الخير. مساء النور. معلش احنا آسفين، ممكن نشوف رخص؟ اه طبعا. معلش اعذرونا، امل لينا وليكم. افتح الطريق. يا ريت تشغل الفليشر عشان اللي بعديه يعديك. انت مش كنت قلت لي هيخلصوا عليهم النهارده؟ حصل ايه بقى؟ هم ما خلصوش لسه. طب وبعدين؟ لو ما قدروش يفرقوهم الليله ده نروح في داهيه. ناس قلقانه والبوليس اختفى والاشاعات ماليه البلد. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مش ده مراد؟ ابني؟ هاي انكل، هاي فوفي. هاي ايه يا مراد، انت ليه منزلك من البيت دلوقتي؟ وماله، ما كل الناس هي واقفه، ما احنا لازم نحرس البيوت. جدع حبيبي، بس ما تبعدش عن البيت عشان ماما ما تقلقش. انت بتقول له جدع يا شريف؟ وبعدين ايه الزفت اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ اتفضل ارميه. امال لو جه حد هنوقفه ازاي؟ تبعنا، عديهم. انت شايف الولد بيعمل ايه؟ طب افرض طلعوا عليهم الناس اللي هربت من السجون، هنتصرف ازاي؟ هم هيعملوا ايه؟ ناس مين يا وفاء؟ دي اشاعات مطلعها الشرطه واحنا بننشرها عشان الناس تشيل عيالها من التحرير. ادينا وصلنا، تصبح على خير. انت من اهله، طمني عليك لما توصل. حاضر. يا نهار اسود، شايف بيرموا على الناس ايه من فوق العمارات؟ ولا هتعمل اي حاجه. استنى، الشام مستنين ايه؟ الدبابات والعساكر واقفين يتفرجوا. انت اتجننت؟ عايزهم يضربوا الناس بالدبابات ولا ايه؟ هم اللي يسيبوها تولع؟ الليله دي مش هتخلص غير لو ضربوا نار. بقول لك ايه، اهدى شويه.
اللي قولي يا باشمهندس، هي الكاميرات بتاعتنا بتصور فين على كده؟ ولا عندي فكره يا مدام، بانهم عاملوا لهم ميدان تحرير تاني بيصوروا فيه. هما الناس هتصدقنا ازاي في محطات تانيه بتذيع حاجات تانيه خالص؟ معظم المحطات دي مشوش عليها، احنا بس هنا اللي بنقدر نفك التشويش. في تصريحات جديده لاوباما. اما نشوف هيقول ايه تاني. ما هو مطلوب الان هو اتخاذ خطوات ملموسه لتلبيه امال وطموحات الشعب المصري، وذلك لتحقيق مستقبل افضل وحريات اكبر وفرص اكبر للشعب السوري. لا حول الله، امريكا كمان بعد. تفتكر؟ في خبر اكيد يا جماعه، قبضوا على العدلي والطاقم بتاعه. ايه ده؟ مش معنى يقبضوا على العدلي دلوقتي يعني؟ لازم يلاقوا لهم كبش فدا. بقول لك ايه؟ الموضوع شكله ما يطمنش. تقصد ايه يعني؟ لما فضوش التحرير النهارده احنا اول ناس هتروح في رجلينا. ليه واحنا مالنا؟ لا انا مش هسكت، احنا كنا بننفذ التعليمات بس. يعني العدلي ما كانش بينفذ تعليمات؟ بقول لك ايه؟ اهدى كده وتعالى نقعد في حته خلينا نفكر برواق. في ايه يا شريف بيه؟ سيبني دلوقتي يا ابراهيم، مش ناقصاك. هدي نفسك يا شريف بيه، دول ولا يسوا. احنا اللي ما بلاش نسوه. خلصت خلاص يا استاذ، اللي حصل امبارح ودانا كلنا في 60 داهية. ما هو لو كانوا خلصوا عليهم امبارح ما كناش. لو كان يا استاذ، بس ما حصلش. لكن للاسف الكارثه ابتدت من يوم الانتخابات. لما كانوش قافلين الدنيا بالشكل ده ما كانوش طربقه فوق دماغهم ودماغنا. هو انت خلاص ناوي تمشي من النهارده يا شريف بيه؟ انا ما اقدرش اشتغل في الجو ده. انا اقعد باحترامي في بيتنا لحد ما يشيلوني. يا عم شريف. يا معتز، اخبارك ايه؟ زفت يا سيدي، ما انت شايف طبلت على دماغنا من كل ناحيه ومحدش فاهم حاجه. طب اهدى بس، انا بجمع شويه اوراق من مكتبي ونازل. بقولك ايه، ما تقابلني في الروا. ماشي، هحصلك على بيتك. سلام. هات رافه يا ابني وهات مفتاح العربيه. حاضر يا فندم. هات لي يا ابني كاس دوبل من غير تلج. مساء الخير. اهلا يا معتز. مين الجدع اللي قاعد على البار هناك ده؟ انا اول مره اشوفه هنا. وانت قلقان ليه؟ احنا هنا كلنا نعرف بعض بالاسم. هو شكله مش غريب عليا، حاسس اني شفته قبل كده. بس الجو اللبش اللي احنا عايشين فيه ده، وجو قبض على الناس وتحويلهم للنيابه، انا لازم اقلق. انا شخصيا ما اعرفوش، بس شفته مره قبل كده، اكيد بيجي مع حد يعني. المهم اخبارك ايه؟ زفت والحمد لله. كويس قوي. المكتب والتوكيل شغالين؟ شغالين ازاي بس يا شريف اللي احنا فيه ده؟ اديني قفلت كل حاجه لما اشوف اخرتها. وبعدين يا جدع البلد كده بتقع. البلد خلاص وقعت. كاس تاني يا ابني. الكل بيسحب فلوسه، والتحويل لبره البلد بقى على ودنه، لان كلها كام يوم والبلد تبقى على الحديده. وهم صحيح يعني هيحاكموا الناس اللي حولوهم على النيابه دول؟ محدش عارف حاجه. يعني انت ما عندكش اي اخبار؟ اخبار ايه؟ بقول لك محدش عارف حاجه. انا شخصيا قطعوا عني الماء والنور، يعني باختصار شالوا مني الكوبس. ده انا جاي لك عشان تقول لي هنعمل ايه، تقول لي شالوا مني الكوبس. شكرا. طب ركز معايا بقى وفتح مخك علشان اقول لك المفيد. البلد دلوقتي بتقع، بتغرق، والطقم اللي فوق بيعملها على روحه. واللي عارف ان هبله شويه السنين اللي فاتوا يا دوب بيلم حاله علشان يكت. واحنا كمان عايزين نلم حالنا ونشوف هنخلع ازاي. ما انا جاي لك عشان تقولي نخلع ازاي. الفلوس اللي في البنوك تطلع بره. طلعت زي ما اتفقنا، ولازم نشوف لها سكه بره عشان نخفيهم فيها. مش فاهم. نغسل يعني. مش مشكله دي. مشكله السيوله اللي متنطوره في كل حته دي، هطلعها ازاي؟ تلمهم، تشتري بيهم ذهب ونشوف لك سكه تطلعها بره. طب انا عندي فعلا شويه ذهب كويسين. اطلعهم دلوقتي ولا استنى لما الم عليهم؟ لا لا لا، ما تستناش. كل حاجه تطلع دلوقتي. ما تسيبش حاجه في البلد النهارده. هطلعهم ازاي؟ اسمع، المطار دلوقتي في قلق، ومحدش دريان بحاجه ولا حد مركز في حاجه. واحنا حبايبنا هناك كتير يقدروا يسلكوا لنا اللي احنا عايزينه. كبر انت حالك بسرعه وانا هتصرف واكلمك. انا مش فاهم القرار ده يعني ايه؟ هو احنا بنجيب الكلام ده من دماغنا؟ مش دي تعليمات سعادتك؟ ما تعليش صوتك يا كريم، انا مش ناقص. وعايز اقول لكم حاجه انتوهيه. انا زيكم بالظبط، واخد نفس الشلول. واحنا ليه نسكت على كده يا منير بيه؟ هي مش دي مصلحه الدوله برضو؟
وبعدين هو في حد في مبنى التلفزيون كله يقدر يتكلم من غير ما امن الدوله يقول له يتكلم ازاي ويقول ايه؟ يا بنت افهميني، الكلام ده ملوش اي لازمه خالص، احنا لبسناها خلاص. لبسناها ده ايه؟ ده انا عاملها لكم فضيحه، والناس مش عارفين ان احنا ملناش دعوه وبننفذ اوامر وبس. لا عارفين، وعلشان كده مش فارق معاهم. انت مش شايف المظاهرات اللي محاصره مبنى التلفزيون عايزين يحرقوه؟ علشان ايه؟ علشان الشباب امبارح في التحرير كانوا بينضربوا بالرصاص، وحضرتك والهانم قاعدين في برنامجكوا بتحرضوا الناس عليهم. اتفضل بقى وريني شطارتك، وانزل وقول لهم انا كنت بنفذ الاوامر. انتوا عايزين تبعوا لي وش؟ انتوا ناسيين انا ابن مين؟ انا ابن محمود البالي، عارف يعني ايه محمود البالي؟ يلا ضربوها في دماغه. استنى يا سلمى تشوف الراجل بيقول ايه. خده بره يهدى. اتفضل يا كريم بيه. نزل ايدك. انا هوريكم مين كريم البالي. عاجبك كده يا منير بيه؟ اخرجي معاه وهديه يا سلمى، وقرار وقفكوا ده ان شاء الله هيتنسي بعد شويه، بس بشرط لموا لسانكوا وبطلوا الزيطه اللي انتوا عاملينها دي. بقول لك ايه يا كريم، ممكن بقى تهدى شويه لاني فعلا بدات اخاف، والحكايه بقى دلوقتي مش ناقصه خوف خالص. الا قول لي هما فعلا هيقبضوا علينا؟ بطلي الافكار السودا دي، هما يومين هيعدوا بس، ورحمه ابويا اللي كان بيقف على بابه نفر نفر لنا مربيهم. كريم بلاش التوتر ده، احنا مش عارفين بلدنا دي رايحه على فين دلوقتي، خلينا بقى نركز في نفسنا وبس. عندك حق. طب اسمعي، ايه رايك نبعد عن الجو ده ونروح يومين في اي حته؟ اي حته فين يعني؟ مارينا الغردقه، ماما كانت عايزه تروح. انت مش جوزك سافر ايطاليا؟ قال هيسيب البلد دلوقتي مش عايز يرجع. خلاص اطلعي معايا. مامتك ومراتك. هحجز لك في الاوتيل، ايه القلق اللي انت فيه ده؟ لا بقول لك ايه، الحكايه دلوقتي مش ناقصه فضيحه تانية خالص. بطلي التوتر اللي انت فيه، انت جايه معايا يعني جايه معايا. خلاص ماشي حاضر. ايوه كده. الشعب يريد تغيير الاعلام، الشعب يريد تغيير الاعلام، الشعب يريد تغيير الاعلام، الشعب يريد تغيير الاعلام، الشعب مش عارفة هيحصل فينا ايه؟ ممكن يعملوا فينا ايه تاني؟ مش هيعملوا فينا حاجة وأنا مش هسكت، أنا قلت لك كده. لا لا لازم نشوف حل، بليز لازم تشوفي حل. ايه دي يا سلمى؟ قلت لك أنا هتصرف. طيب مش مش يلا. أنا مش هعديها على خير. ماشي ماشي. مش أنا اللي هتباع. يلا يلا بس، ربنا يستر، ربنا يستر. كريم بيه. أفندم. يستحسن سعادتك ما تخرجش من هنا دلوقتي. يعني إيه ما أخرجش؟ الوضع غير آمن. لا أنا هخرج من هنا، مش هتحبس في المكان ده. يا كريم اهدى بقى. استني يا سلمى والنبي. حضرتك شايف الشباب عاملين إيه بره؟ عامل لهم إيه دول؟ أنا مش هقعد هنا، أنا هخرج دلوقتي. يا أستاذ كريم، بعد إذنك لو سمحت. معلش اهدى شوية، شايف الجو عامل إزاي؟ بقول لك يا تعال. مع الاستاذ كريم ونام سلمى لغايه باب الطوارئ. انتوا راكنين فين؟ في الباركينج جنب المبنى. طيب خرجوا لو صحت باب الطوارئ ووصلوا لغايه العربيات وتعالى لي تاني. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. شايف الدنيا ولع بقى. معتز بطل الدوشه اللي انت عاملها دي، انا محتاجه للتامل ده. انت عمال تبعتر طاقه سلبيه على فكره في المكان، وكده ما ينفعش على فكره. الفت ابعدي عني السعادة، انا مش ناقص الجيران بتاعك ده. هو انت بتعمل ايه؟ يعني هكون بعمل ايه؟ بجهز شويه اوراق عشان لازم اسافر بكره او بعده. تسافر؟ تسافر وتسيبنا في الظروف اللي احنا فيها دي؟ والله انا مش مسافر اتفسح، وهم يومين بالكتير جدا، وما ينفعش ما سافرش. ايه ده؟ ما ينفعش كده. انا عارفه ان حطيتها غريبه ومكانها مضيق، بس هم اليابانيين اخترعوها عشان تشيل الطاقه السلبيه من المكان، وده مكانها الصح. تعال بص، غمض عينيك كده قدامها وخد نفس عميق
ورجع راسك لورا. ناه انت فايقه ورايقه. تعالى بس تعالى جرب هتحس براحه ما حصلتش. تعالى فريده تعالي هنا. جيب لي يا بنات بليز. اه صحيح بعتي لي الدهب بتاعك انت فريده، حطهم لي في صندوق ولا في علبه صغيره. هتعمل بيهم ايه؟ هطلعهم بره. اي فلوس ودهب عندنا دلوقتي لازم يطلعوا بره البلد. You know they're shooting people اعلان تحرير. خليهم يخلصوا عليهم ولا يحرقوهم حتى، انا عارف ساكتين عليهم ليه لغايه دلوقتي. معتز ما ينفعش تقول الكلام ده قدام البنت. Don't worry حبيبتي. انت عارفه هما ما بيضربوش الناس في التحرير كده من غير سبب، هما بس بيضربوا الارهابيين والبلطجيه. فما تخافيش. I don't feel safe now. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تقلقيش. شرفت يا عمر بيه. متشكر يا معالي الوزير. دي وزارتك ومحدش يقدر يقول اي حاجه. ومعليش تقدر تشرفنا في اي وقت، تقعد على مكتبك وتدور الوزاره كلها بصبعك. متشكر جدا يا فندم. اهلا بيك. سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام. شرفت يا باشا. شرفت يا باشا. ايه يا عم النظام؟ عايزين نفهم. النظام ايه اللي عايز تفهمه؟ يعني انت جاي لابو العريف يفهمك يا خاين؟ ايه اللي جابه النهارده؟ هو مش خلاص مشي من الوزاره؟ أكيد جاي يطرمخه مع الوزير الجديد، بيست في ورق عشان ما يفتحش المواضيع القديمة. وإحنا بقى هيجرى فينا إيه؟ هيجرى لنا إيه؟ هو في حد في البلد ده عارف إيه اللي بيجرى له؟ يا عم إذا كان الراجل الكبير بجلالة قدره قاعد في قصر العروبة مش عارف إيه اللي هيجرى له. وبعدين إحنا أولاد الحكومة شالوا عمر، جابوا سعيد، إحنا تحت الأمر والتنفيذ. على رأيك. برضه انا بصراحه مش فاهم توقعاتك ايه بالظبط. في الحقيقه محدش عارف البورصه هتفتح امتى ولما تفتح ايه اللي هيحصل بالظبط، بس اكيد طبعا في انهيار للاسهم. وده بالنسبه لي بقى يعني خساره قد ايه كده مثلا بالتقريب يعني؟ هو انا مش متاكد حضرتك، بس اكيد طبعا اسهم كتير من اللي عند حضرتك اسعارها هتكون انهارت. بس خليني برضه اعمل تشيك على حاجه كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. ساعتك ده الفايل في كل حاجة. شرفت يا باشا. اكيد اسهم الاسمنت والاتصالات هتقع جامد. في وسط بقى المصيبه دي مفيش اي نصيحه تقلل الكارثه دي شويه؟ احسن حاجه ان اول ما تفتح البورصه نبيع الاسهم اللي عندنا، وبرده نشتري بنوك وعقارات. ممكن برده نعمل شورت سيلينج للاسهم بتاعتنا في لندن، دي ممكن تعمل لنا انقاذ كويس. اي نعم مش كل حاجه، بس يعني هنقلل الخساره. ولو تدينا اوردر انا ممكن ابتدي فورا. يا سيدي خد الاوردر ابتدي. تحت امرك. ازيك يا باشا؟ زفت. بقول لك ايه، مش عايزين عكننا.
تفضل قاعد وشايل طاجن ستك ولا ايه؟ جرايه شريف اقوم يعني ارقص لك 10 بلدي عشان تنبسط. ما تفكها يا عم، احنا خلاص عملناهم مش عايزين زياده، احنا بس نركز نشوف هندبر امور ما ننساش عشان نخلع، كنت عايزين نشتغل بقى على الهادي وكتيبي من غير ما حد ياخد باله. مفهوم يا عم؟ اهلا اهلا اهلا، شرفت يا فندم. سادة يا فندم، انا اليوم اللي ما بشوفش فيه سعادتك دلوقتي بيبقى نهاره مش فايق. الله يكرمك يا راجل طيب، اديني بقى عيني. بقول لك ايه، انا ابتديت اقلق من الجدع ده. تعرف انا النهارده شفته في شركه الصقر، واضح جدا ان هم بيفتحوا له كل دفاترهم. تعال يا ابني. قوم يا فندم. ادي لي كابتن عماد بسرعه. تحت امر حضرتك. قول لي انت حجزت؟ ايوه. طياره مدريد. بكره الساعه 12 الظهر. كويس يا ابني. ركز معايا بقى وافهم اللي هقوله لك. الذهب كله يتحط في شنطه واحده وتتقفل كويس، وما يتحطش معاها حاجه تاني. لو سمحت ورقه. ده رقم كابتن حسام عزت. اول ما توصل المطار وقبل ما تعمل تشيك ان تتصل بيه، هيطلع ياخد منك الشنطه تستلمها وانت خارج من مطار مدريد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا يا عماد. ازي حضرتك؟ ايه الحكايه يا عماد؟ من امتى بتدخلوا ناس ما نعرفهاش؟ ازاي يا فندم؟ هو قايل ازاي؟ مين قاعد على البار هناك ده؟ بصراحه ما اعرفوش، بس جه مره مع الدكتور سمير ويليام اللي كان رئيس الجامعه. اه عارفه. وفهمت بعد كده ان هو شغال في جهه سياديه ونقل سكنه الزمالك. طب شكرا يا عماد، اتفضل انت. سمعت. ايه القلق ده بقى؟ بقول لك احنا ناقصين. ما تتوترش كده وهدي نفسك، كله هيبقى تمام. هو ايه اللي حصل يعني؟ ما يهمكش قوي كده. احنا ناس لينا عزوه، ورانا بلاد في الارياف عايشه على خيرنا، ما حدش يقدر يمسنا. ايه يعني وقفوك عن الشغل؟ لعلمك الطقم ده كله خلاص هيطير، وكويس قوي ان هي جت معانا لحد كده. ماما انت ناسي ان انا كنت بقدم اهم برنامج في البلد؟ الناس دي كلها كان نفسها تطلع معايا. احنا لو عايزين نفتح محطه تلفزيون انت اللي بتديرها هنفتح. اهدى بس وخلي اليومين دول يعدوا وسيب الباقي عليا، انا هرتب لك شركه معتبره لمحطه تلفزيون جديده. تقول لك محطه تلفزيون؟ ماما على فكره الفلوس كلها بتطلع بره البلد دلوقتي. بكره هترجع، واللي بيجروا دول كلهم هفق وطياري بتوع انهب واجري، انما احنا اصحاب الارض وارثينها ابا عن جد، محدش يقدر يزعزع مكانتنا. سيبك من الكلام ده دلوقتي، خلينا نبعد لنا يومين عن الجو ده لغايه اما الامور تهدى. وانت يا حبيبتي شوفي طلبات جوزك وحضروا حالكوا بقى للسفر. ما انا عماله اقول له كده من الصبح يا طنط، بس هو اللي مش معبرني. يلا يا كوكو نطلع نجهز نفسنا. وانا هكلم اختك اقول لها تيجي معايا. الو. ايوه يا باشا، عمر الديواني. ازيك انت يا شهير؟ زي ما انت عارف قعدت في البيت. ما كلنا قعدنا في البيت يا عمر. طب وبعدين؟ احنا لازم نعرف هيحصل ايه عشان نشوف هندبر نفسنا ازاي. وانت فاكر ان في حد عارف ايه اللي هيحصل؟ البلد النهاردة كلها بقت على كف عفريت. مساء الخير يا فندم. البي فين؟ على البيسين. ما هو أكيد الريس وعيلته والمجموعة اللي حواليه بيرتبوا نفسهم دلوقتي وهيعرفوا هيعملوا إيه. لا الريس ولا الهانم ولا الباشا الصغير ولا اي حد من اللي حواليهم بقى في ايده حاجه النهارده. البلد كلها بقت في ايدين الجيش، واللي هيقول عليه الجيش هو اللي هيمشي. يعني يا شهير تفتكر يعني هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا لغايه ما يجوا يقبضوا علينا؟ لا ما ينفعش نستنى لحد ما يقبضوا علينا، وبرضه ما ينفعش نبان قدامهم ان احنا مهزوزين. اسمع بقى يا شهير، انا لازم اقعد معاك علشان اعرف راسي من رجلي. خلاص عد عليا بكره وهنقعد نتكلم. سلام. هو
في احتمال يقبضوا عليك فعلا؟ خايفة عليا ولا خايفة على نفسك؟ لا طبعا خايفة عليك، انت ازاي تسأل سؤال زي ده؟ لا انا قلت يعني يمكن تكوني خايفة شغلك يتدمر ومحدش يعبرك بفيلم ولا بمسلسل. انت ليه دايما بتحب تفرسني؟ ولا كأني مراتك اللي بتحبك؟ بعدين انت عارف ان انا بفصل في شغلي على طول، ما بخلطش الحاجات في بعض. امال ليه يعني ما طلعتيش في التلفزيون تقولي اي حاجة؟ عايز نطلع اقول ايه؟ ما انا لو كنت اعرف اقول حاجة كنت قلتها، دول هروني تليفونات. اي حاجة لمصلحة البلد، بس ما تقوليش زي اللي قالته صاحبتك اللي اسمها اسماء دي اللي قالت اضربوهم بالرصاص. ما انا برضو مش عايزة اتدبس، انا ماليش اصلا في السياسة، والا هطلع غبية ومجنونة واعمل زي اسماء، دي هتروح في 60 داهية بعد اللي قالته. شاطرة، برافو عليكي. من يوم ما اتجوزتك وانا بقول عليك انك مش غبية زي صاحباتك، عندك مخ يتاقل بالذهب. ايوه يا حبيبتي، انا طالعه بكره الصبح مع اخوكي ومراته مارينا الغردقه، ما تجيبي رنا وتطلعي معانا. وانتي مالك بس ومال الكلام ده؟ مالي ايه بس يا ماما؟ ده الريس كلامه كان يقطع القلب في البيان اللي قاله. دول كلاب ما يستاهلوش ضفره ولا حتى يتمر فيهم اللي هو عامله معايا. طب واحنا هنسكت على اللي بيحصل ده؟ لا طبعا نسكت ازاي؟ احنا لو سبناهم يمشوا الريس هتتطربق فوق دماغنا. يلا نشوف اخرتها ايه. عموما سافروا انتوا مع الف سلامه، انا هخلص الحكايه اللي عندي وهسالكم انا ورانا ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي. بونوي. بونسوار. بونسوار حبيبه مامي القمره. ايه الحلاوه دي؟ يلا نطلع نغير هدومنا عشان ناكل؟ مساء الخير يا شلمت. مساء الخير يا عرسان. تشرب ايه؟ خليها تعملي نسكافيه. اعملي نسكافيه للبيت. بس من غير لبن ها؟ بكريمر. اصل بعمل دايت اليومين دول. عرفتوا تقضوا يوم كويس؟ نقضي كويس فين في القرف اللي احنا فيه ده؟ ده الدنيا ملبشه. انت لازم تاخدي البنت وتروح عند شقه مصر الجديده. انا مستعد اسيب لكم الشقه وامشي. ما هو برضه مش هينفع تقعدوا في فيلا في حته متطرفه مقطوعه زي دي. اولا احنا مش في حته مقطوعه، ثانيا احنا مش قاعدين لوحدينا. معانا طباخ وشغاله و20 واحد امن واقفين على البوابه بره. وعلى فكره ماما وكريم طالعين مارينا الغردقه، بفكر اخد رنا ونروح لهم. حلوه فكره مارينا الغردقه دي. أو كده الواحد بقى يعرف يطمن عليكم. إيه الهيصة اللي أنت عاملاها دي؟ سوري يا بيبي معلش، بجرب لبس الفيلم الجديد. حلو ده صح؟ تحفة. فيلم إيه اللي أنت بتفكري تمثليه؟ انت مش داري باللي حصل في الدنيا ولا ايه؟ انت عارف يا بيبي ان احنا كنا هنخش الفيلم الشهر اللي فات، بس هما اجلوا التصوير عشان الديكورات مش جاهزه. امبارح بس عرفت ان هما خلاص الديكورات الحمد لله. انت فعلا عايشه بره الدنيا. تكونيش فاكره نفسك سعاد حسني هيسيبوا الدنيا تتطربق عشان يصوروا لك فيلمك. ايه يا شهير؟ هو انت سبت الحزب الوطني والحكومه وهتقعد في البيت تقرفني في عيشتي؟ انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ معلش انا اسفه. ممكن دلوقتي تسيبني اكمل شغلي؟ بلا قرف. أيوة شريف، منعوني من السفر يا أخويا. كنت عملت إيه يعني؟ خدت حاجتي ورجعت على البيت، وطول السكة عمال أكلمك مشغول مشغول مشغول. دبرني هنعمل إيه؟
طيب هستنى تليفونك بس ما تتأخرش. اطمن ازاي بس؟ اطمن ازاي؟ يلا سلام. معتز انت ممكن تهدى وتسمع كلامي؟ تعال هعمل لك تمرين بسيط جدا بس هيخليك ترتاح على الاخر. ممكن تجرب؟ تعال بس اسمع كلامي. يلا اقلع الجزمه والشراب. والبس دي كمان. وهتعمل زي ما انا هعمل بالظبط. بص اول حاجه هتقف تشد جسمك تماما، تاخد نفس عميق هتقعد، هتحط رجلك دي زي ما انا عاملاها كده. مش بترد. ايه؟ لا يعني ايه اجلته التصوير؟ مش فاهمه. هو انا ايه ما عنديش ارتباطات غيركو؟ خلاص تبقى انت بلغني. يلا باي. الو ايوه يا نبيل، ايه حكايه تاجيل التصوير دي؟ ما السينما واقعه عشان يومين دول ويومين مظاهرات ودوشه، بس هي مش هتفضل كده على طول. يعني ايه محدش عارف؟ طب خلاص نبقى نكمل كلامنا لما نتقابل. قفلت حياتي يا شيخ. يلا باي. احسن حاجه ان الواحد يبعد شويه عن الجو ده، على الاقل يعرف يفكر بهداوه. انا عن نفسي هطلع مارينا الغردقه. طب ما الأحسن من كل ده الواحد يحاول يطلع بره البلد. بلاش تعمل كده علشان ما تخليش العين عليك. ودي بقى ميزة مارينا الغردقة، لو حسيت بأي خطر ممكن تهرب بسرعة، تاخد اليخت بتاعك وتجري. تصدق فكرة مش بطلة. مساء الخير. أهلا. مساء الخير يا هاني، ازيك يا مدام ريري؟ الحمد لله. طيب يا شهير بيه أستأذن أنا بقى. نورت معالي الوزير، خلينا على اتصال. إن شاء الله. على السلامة. السلام عليكم. هو انت صحيح هتسافر؟ امال يعني فاكراني بهزر؟ انت ما قلتيش بقى هتيجي ولا عندك تصوير؟ تصوير اتأجل. ما تزعليش، أزمة وتعدي. بونجور ماما، كومان ألي فو؟ إي رابا؟ بابا فو فينيغ شي فو. فو سافي لي سيتواسيون أو كير ماما. Et les problèmes avec le ministère. D'accord. Je veux retéléphoner avec les notes. Je t'embrasse. Et Rabah aussi. Au revoir. Papi, vous avez battu ma maman, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. يا باي بس ده لذيذ قوي، انا متاكده انك هتحبه. قول لي هنروح امتى بقى؟ بكره ان شاء الله هقول لك هنروح امتى بالظبط. مالك يا باي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. لا في حاجه، شكلك زعلان. عارفه يا سيلفيا، زمان وانا قد كده كان بيتهيألي انها هكسر الدنيا وارجع ابنيها من تاني، بس الدنيا بقى طلعت أشطر مني، سحرتني وغرتني، بعدين غرقت. النهارده بس خدت بالي إني ما كنتش البني آدم اللي بتمناه زمان. نفسي أرجع لزمان أوي يا سيلفيا. بحبك أوي يا طارق.
قول لي بقى نعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها ديت؟ تهدى بقى يا معتز، التوتر ده مش هينفعك، وكلنا في نفس المصيبه يا اخي. تعرف انا مش فارق معايا نفسي خلاص، طالما كده كده هيقبضوا عليا، انا بس عايز امن الفلوس لمراتي وبنتي. خلاص فطم ألفت على الحكايه كلها، تطلع هي تامن الفلوس. ألفت مين يا عم؟ انت عارفها دي تغرق في شبر ميه، دي ممكن كمان تودينا في داهيه وهي مش دريانه. الراجل ده مش عايز يطلع من حياتي، انا لازم بقى افهمه اني مش خايف منه. معتز يا عم، انت عايز مني ايه؟ ها عايز مني ايه؟ عمال ترد لي في كل حته، انت فاكر انا اخاف منك؟ مش فاكرني خالص انت.